And I was over until you kissed my lips and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak.
في القرية الفرعونية. نحن الآن في آلة الزمن لنبدأ مغامرتنا إلى أرض الفراعنة في المعابد والحرف والأسواق. كانت هذه القرية مع عصر الدولة القديمة في حوالي عام 3000 قبل الميلاد خلال هذه المملكة القديمة، وتحديدا في حوالي عام 2500 قبل قاضي العالم السفلي. كنت معبودا في جميع أنحاء المملكة. شقيقتي نفتيسي عن أجزاء جسدي التي جمعناها من جميع أقاليم مصر. علم وتدرب كل أمراء بلاد الشرق القديم. يوما ما سوف يؤمن الناس بإله واحد. ترى هل يأتي ذلك اليوم؟ جديدا هو معبد أبو سمبل لكي تحكم مصر العالم. مشهد النبي موسى. يبين هذا المشهد عملية اكتشاف الطفل موسى الذي وضعته أمه في سلة، ولما كبر أنزلت عليه الرسالة، ثم قاد شعبه من اليهود وخرجوا من مصر. وتشاهد إلى يسار المشهد أخته وهي تراقب الموقف عن بعد لترى ما سيحدث له. وكان يعتقد أنه يحمي الناس من الثعابين. الآن تدب الحياة في مصر القديمة بمشاهد زراعته بالهواء المنعش في مقصورة حديقتهم، ويلعبان لعبة يزر الفلاحة ممسكا بالمحرات الخشبي البسيط يجره ثوران. ومن حزم من نبات البردي تربط بعضها إلى بعض بالحبال. صيد الأسماك. كانت هناك أنواع كثيرة من الأسماك في النيل والقنوات المتفرعة منه، وكانت تشكل مصدرا جيدا للطعام. كما كان صيد الأسماك رياضة شائعة. وكده ننتقل الناحية الثانية، هنشوف المقبرة بتاعت الملك تتعرف أمور. نعرف كده شوية عشان نشوف المعبد. حجر رشيد اكتشفوا سنة 1997 أثناء الحملة الفرنسية على مصر، والترجمة للكتابة دي يعني اللغة دي ترجمت إلى عدة لغات متعددة. هذا الباص ده مهم جدا في تفكير رقم الشخص في أي رسالة. تقدروا في أي وقت تعملوها في فين عندكم.
Watch it burn as I
to your feet. Thank you.
مريم ولا Thank you.
Thank you.
Yes, Dutch boy was an international. Yep. Yeah.